طاهر ابو زيد، قلت معالي وزير او الكابتن ابو زيد، كيف بتحب ان نلقبك في هذه الحلقه؟ يعني كما تريد، انما اسمحي لي اشكرك على الكلمات والمقدمه الرائعه اللي انت اختصرت فيها يعني بطوله امم افريقيا، واختصرت فيها ايضا أهداف كرة القدم سواء السياسية أو الرياضية. وبهذه المناسبة أحيي كل إفريقي وكل عربي متابع لهذه البطولة الشيقة اللي بنتمنى إن شاء الله إن هي يتحسن مستواها في الأيام القليلة القادمة. يعني مش عاجبك الجميع الأداء. وأنا سعيد إن أنا أكون معك النهاردة على الهواء. يعني مش عاجبك أداء الفريق المصري في البداية؟ يعني دائما في أداء في البداية، يعني والله البدايات كلها يعني لا تعكس المستوى الحقيقي لكرة إفريقيا، بس هذه هي عادة دائما المباريات الأولى يعني بتتسم بالحذر والخوف وعدم الجرأة، وبالتالي ظهرت كل المباريات الأولى دون المستوى. إنما أنا أتوقع أن المستوى يتحسن وأن كرة إفريقيا يعني ستكون رسالة جديدة لكل المهتمين بالرياضة أو رياضة كرة القدم على وجه التحديد. طيب لنبدأ بموضوعنا الأساسي، يعني هل كرة القدم في أفريقيا هل هي تجمع شعوب القارة أم تفرقها؟ يعني ننطلق من هذا السؤال ابتداء من تصريحات روجي ميلا الذي اعتذر فيما بعد عن ما قال، ولكن يعني أنه يعني مش عاجبكم بطريقة ما، روحوا للعالم العربي واخرجوا من أفريقيا. خليني في البداية أتكلم على يعني هدف بطولة أمم أفريقيا، الهدف الأسمى والأشمل، وهو أنها بتجمع كل أبناء القارة الإفريقية كرويا، بتجمع الشعوب الإفريقية والعربية على كلمة واحدة. ظهرت في السنوات الماضية بصورة مشرفة، فهي عكست الوجه الحقيقي في يعني أخلاقيا وفنيا لكرة أفريقيا، وبالتالي إيجابياتها أكثر بكثير من مباراة بتلعب ما بين لاعبين في المستطيل الأخضر. خلينا عقب على تصريحات روجي ميلا. روجي ميلا واحد من علامات كرة القدم الأفريقية، له رصيد كبير جدا عند كل إفريقي وعربي لما قدمه خلال سنوات عطائي. أنا بعتبر أنه نموذج من النماذج الطيبة، وكون تصريحه في نوع من العتاب على دول شمال إفريقيا فهذا لا يقلل أبدا من تسجيله كواحد من أفضل لاعبي القارة. أنا بعتز بروجي ميلا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الرياضي، وبعذره كرجل رياضي في تصريح ممكن أن يكون يعني في لحظة شابه عدم التوفيق. وأنا أتصور إن هو يعني كان بيعتب على دول شمال إفريقيا يعني عتاب مقبول من نجم له رصيد بحجم روجي ميلا.